تستمر الأجواء الغائمة خلال يوم الغد بحول الله على كل المناطق الشمالية، تكون مرفوقة بأمطار محلية، تكون أحيانا على شكل زخات رعدية بالنسبة للهضاب الوسطى وكذلك الغربية. أما بشمال الصحراء الجنوب الغربي وكذلك بمرتفعات الهنغار وتاسيلي الأجواء ستكون مشمسة تماما، بينما مغاشات من الحدود الجزائرية المالية إلى غاية الصحراء الوسطى وصولا إلى أقصى الجنوب الشرقي تكون مرفوقة أحيانا بأمطار محلية، تبقى بعض الزوابع رملية تنشط محليا بالصحراء الوسطى إلى غاية الجنوب الشرقي. الحرارة خلال ليلة اليوم لن تتعدى درجتين فقط بالجلفة، 10 إلى 12 مرتقبة بسواحل، 9 درجات ببشار، تصل إلى 16 درجة بالصحراء الوسطى و24 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوى تكون مرتفعة بالمناطق الشرقية خاصة بسواحل، 26 درجة بسكيكدا بعنابة وطرف، 22 درجة بقسنطينة، 20 درجة بتيزي وزود، 19 بالعاصمة ووهران، لن تتعدى 14 درجة فقط بالبيض، 18 بتينمسان، 23 درجة منتظرة ببشار، 25 درجة بتندوف، في حدود 27 درجة بغردايا وبسكرة إلى غاية ورقلة، 33 درجة بالصحراء الوسطى و 38 درجة على مقياس بأقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري يوم الغد البحر سيكون مضطرب إلى كثير الاضطراب نحو سواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة لكن ستشتد أحيانا بسواحل الوسطى والشرقية لتقارب 50 كيلومتر في الساعة، تأتينا الشرقية جنوبية شرقية على سواحل الشرقية غربية تماما بسواحل الوسطى، تدور إلى جنوبية غربية نحو سواحل الغربية. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و43 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.